طب أمير، احنا بنتكلم عن جايزة اسمها ذا بيست أو الأفضل، يعني بنتكلم عن منافسة ما بين محمد صلاح، ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي. فالنهارده احنا بيتم حسم الأصوات على أي أساس، أو الكاونتنج بتاع الأصوات بيتم إزاي؟ الحقيقة إن حسم الأصوات هيكون بأربع أشكال. شكل كان بتصويت الجمهور، وده خلاص مرحلة وانتهت، وفي بعض الأعضاء اللجنة الفنية اللي اختارتهم الفيفا، وفي الجزء الثالث لقادة المنتخبات، والجزء الرابع الأخير لمدربي المنتخبات. فالمفترض إن خلاص تصويت الجمهور هي المرحلة اللي انتهت، واللي أسفرت في النهاية عن وصول محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي للشورت ليست، للقائمة النهائية. طب بس هل ميسي النهارده قادرين نقول عليه إنه لسه الأفضل، بينافس مع الأفضل؟ والله يا فندم، يعني حاليا في الموسم الحالي لا، ميسي طبعا بعيد، لأن مش لأن ميسي، يعني برضه يعني ميسي ده اصله موهبه فذة وحاجه واسطوره وكل الحاجات دي كلها، لك احنا بنتكلم على ارض الواقع النهارده. يعني هل هو النهارده في الموسم ده قادرين نقول عليه ان هو ذا بيست؟ هي دي بقى المشكله، ان هو في الموسم ده حتى ميسي غاب اغلب الموسم بسبب الاصابه، لكن الجايزه مش عن الموسم ده، وهي دي الحاجه اللي لازم الناس تلتفت عليها. ان الجايزه بدايه من شهر 8 من العام الماضي لحتى العام الجاي، وهي دي الفتره اللي شهدت تتويج ميسي بكاس اسبانيا مع برشلونه، اخر بطوله حصل عليها برشلونه، وتتويج ميسي بكوبا امريكا مع منتخب الارجنتين، وطبعا شهدت تتويجات كثيره لروبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ. محمد صلاح الحقيقه انا بشوف ان الاداء اللي قدمه في بدايه الموسم ده ساهم بشكل كبير جدا في ان هو يبقى ذاكره الجمهور وذاكره المدربين وكباتن المنتخبات، وهم بيختاروا وهم بيحطوا اختياراتهم. وما شاء الله عليه بصراحه، هو هايل يعني. بالظبط، لكن محمد صلاح حاليا في الوقت الحالي اللي احنا فيه هو طبعا افضل لاعب في العالم بدون ادنى شك. يعني لو الجايزه عن الوقت الحالي كنا كلنا قعدنا دلوقتي كده ومستنيين ان احنا نشوف محمد صلاح بالليل وهو بيبقى افضل لاعب في العالم.